رايت نشا كده كم تجي ده ايش حبه كده ادوني وكم تجي ده ايش شغله كده ادوني يمشي ناكل الايام ما عندي حاجه ناكل كمان تجينا كمان انا نرو جيانين بس بكره كمان عارف نمشي نشا برضه جايين في المرنة وحرقوا لنا بيوت وما عندنا أي حاجة ناكله هنا في الإدارة أنا الناس المرنة طبعا جيت من جارين جوا بيجي لنا في أدارة مشاهي وجينا هنا أبو يالي محل ذاته ما نعرفه وأكل ذاته ناكل ما يندي قريب جيراننا بس بدنا ناكل وكمات دون نربو قريب 3 يوم كده جايمين كراني وعمدان مشاكل مرقنا وفي شهر ده عملنا 6 يوم قدر جيل وطريق كل أبا لنا دقانا دق مرقنا وجينا من هنا ومن عربية ذاتها قربوش على زول قدرنا جينا وقتلوه ما نعرف ذاتها ومن الجيل ده خلاص الأكل ده كله نزلش على وأكل ده ما علقينا ومرة بطونا ناس ما بس كاينين بار فول الناس بقولوا قلنا فول الناس بار داخل من الميسون للناس المرنة والناس النيال والملابس تقولوا كيف كيف والملابس كم لدينا بدستة دستة بيه كم بدو دستة بمية بس مية مية ريال مية ريال معناته 600 جنيه سوداني 600 جنيه بس بس 600 جنيه ما بيجيبها حاجة كم دستتين كله تكسر او حسب ايش بيو كورة بي 1500 هذا مركب 1500 والكتب ب 1000 جنيه أولاد دول لسه ما جو كله كان قتلوه كان ما قتل ما بقى كله والإيال ده أمهم قتلوه وين؟ قتلوه في كراني داقا قدامهم بس؟ أي قدامهم بس قتلوه ولا أبوهم ده قال له ولا إيال الأولاد ده كله قال لهم جينا ولا بقى ناس ما بقى وهنا جينا ده أكل ما لدينا لسه ومرة بطونا إيش بدو خمسة دول عدانا كله أكلنا كمان وامشي بشد بجيب أباك كده اللي يلا لا تعمل هنا ما عندنا حاجة وكم عندك أنا قروش كم ما عندك كمان تجي خداري لحد الجنان جنان لحد هنا توصل هنا كم تجي قروش كمان يلا كمان تركب عربية ينزلوك كمان تجي تلل توصل في الإدارة كمان ينزلوك في الجنان جنان كمان تجي خداري مع عيال ما تقول حاجات وين قاعدين نشادو بس زور كم عنده ايمان كده بدونا حاجة سوية كما عنده تدينا كم زور كما عنده حاجة كده ما بدونا كما نرجو بس